معانا دلوقتي الاستراتيجية الثالثة، هي استراتيجية المعاني المتعددة. احنا قلنا في اللغة العربية الكلمة تحتمل كذا معنى، بتيجي بأكتر من معنى في كذا جملة حسب سياق الجملة. يلا نفهم ازاي. أول جملة: قابلت صديقي بوجه باسم. باسم هنا صفة الوجه، الوجه باسم يعني بشوش أو مبتسم. الجملة الثانية: دخل باسم إلى المكتبة. دخل باسم ده اسم شخص، اسم إنسان. وجايبين كمان أمثلة تانية علشان نوضح الاستراتيجية أكتر وأكتر من الدرس. الجملة الأولى تقول عادت، الحديث هنا عن كلمة عادت، حاطة لكم تحتها خط. عادت الكهرباء مرة أخرى، عادت هنا معناها رجعت. عادت الأم جارتها المريضة، عادت هنا معناها زارت. الكلمة جديدة: اقتراح جميل لحل مشكلة الكهرباء. جميل هنا معناها حسن أو جيد. كرم المدير جميلا في طابور الصباح، جميلا هنا ده اسم إنسان. برافو. كلمة جديدة: نحسن. يلا نشوفها. نحسن إلى المحتاج، نحسن هنا معناها نساعد. جت في جملة تانية بمعنى مختلف، تعال نشوفه. نحسن استخدام الكهرباء، نحسن هنا معناها نرشد. كلمة جديدة هي توفير، يجب توفير الكهرباء. توفير هنا معناها ترشيد. نشوف توفير جاي لنا بمعنى تاني في جملة جديدة: وضعنا أموالنا في دفتر التوفير. التوفير نفس الكلمة هنا، بس هنا معناها دفتر التوفير الادخار. طيب كمان عايزين قبل ما نخلص الدرس نتكلم وننوه على اننا عندنا في الجزء الثاني في درس توفير الكهرباء في اسلوب احنا خدناه قبل كده فارض نفسه وبيكرر كتير في الدرس. مين هيقول لي لن نترك المصابيح مضاءة؟ ده اسلوب ايه؟ اسلوب نفي. عندنا اسلوب النفي مكرر كتير في الجزء الثاني. اسلوب النفي هو نفي حدث معين، انا بقول انا ما عملتش كذا، ده ما حصلش. أدوات النفي إحنا عارفينها. يلا قول معايا: برافو. لا، لم، لن، ليس. برافو عليكم. لا، لم، لن، ليس، بستخدمها عشان أنفي حدث معين. يلا نشوف أساليب النفي اللي موجودة في الجزء الثاني. عندي لن نترك المصابيح مضاءة، لن نضئ المصابيح نهارا، لن نترك الأجهزة الكهربية تعمل. كده خدنا الجزء الثاني من درس توفير الكهرباء. عايزة منك ايه يا بطل في الاخر؟ عايزك تقترح حلول جديدة، حلول اخرى غير اللي موجودة في الدرس، تقول لي ازاي اوفر الكهرباء. ياريت تبعت لنا على الصفحة وتبعت لنا في التعليقات ازاي هتعمل وهتقول حلول جديدة مش موجودة في الدرس لتوفير الكهرباء. اكتبها في التعليقات وهنديك ستار كبيرة قوي، هنبعت لك ستار كبيرة قوي في التعليق. كمان عايزة النشاط، تبحث على الانترنت عن مين مخترع الكهرباء، مين الشخص اللي اخترع الكهرباء.